السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. درايف فلاي ستاي، والحكي مش زي الشوف. انا جبنا لكم اليوم هواوي ووتش جي 2 برو. هاي الساعه اللي انا بعتبرها يعني من اجمل الساعات الذكيه اللي شفتها. ساعه جميله جدا، فيها مميزات اليوم الابل جابتها عشان يعني تراضينا فيها، بس هي موجوده لها سنين في هالعلبه. تعالوا نشوفها سوا. الليسون اللي انت حطيتها تمسك بطريقه رهيبه جدا ممتازه، وانت هيك بتحطها على الشاحن لتعطيك شحن، وهي الساعه هيك بتبلش تشحن. بتمنى لكم مشاهده ممتعه لهالفيديو، واكيد بتمنى منكم اي حد يعني بحب التكنولوجيا، بحب الريفيوز، بحب انه نحكي عن اي جهاز بيخطر بباله يعملنا تعليق، واحنا ان شاء الله بنحاول انه نأمن هالجهاز ونعملكم عنه لمحة بسيطة. تمام، في عربي، واحنا لكن انا بتختار اللغة الانجليزية. Pair or swap up. تمام، هنعملها بير، احنا هنعملها مع تليفون. طبعا هون التريك، انا عملها تليفون مش هواوي، ومع هذا كله رح نفرجيكم كيف ممكن نظبطها. وبنروح على الابليكيشن. بيرينج سكسسفول. عشان نختار الواجهة اللي بتعجبنا. واو، نوتيفيكيشنز ما فيش عنا شيء، فارغة. وانا عندك بعطيك الاعدادات، find my phone, rain, settings, screen light, alarm, don't disturb. طبعا اهم معلومة انه هاي الساعة على الشحن الواحدة، يعني لما نشحن البطارية ممكن تقضي 16 يوم، يعني فيها بطارية رهيبة جدا. البطارية يعني اهم شيء في الساعات الذكية هو البطارية، لانه اذا الواحد بده يشحن كل يوم بتكون مشكلة وبتكون مملة. بنروح على شو فيها أشياء. عندك الورك أوت، ساعة رياضية جدا للرياضية، مناسبة جدا، واللي يعني بتعطيك تجربة أخرى وبتعطيك حافز إنك أنت تلعب رياضة أو إنك أنت تهتم بصحتك. ورك أوت، طبعا لما تروح على الورك أوت في عندك أكثر من برنامج، في عندك الرننج، في عندك الاوتدور رانينج، برضو الاندور رانينج، المشي، والمشي في الداخل والمشي في الخارج. في عندك السايكلينج اللي هو للي بيشتغل، للي بيسوق على
بس كليت مثلا نقول بالعامية أو اللي هو الدراجات الهوائية خارج وداخلي، في عندك السباحة حتى ساعة ضد المية، وفي عندك اللي هو open water swimming يعني في البحر، أو حتى في بركة سباحة، تسلق الجبال، وفي عندك كمان الركض مرة ثانية، عندك هون اللي هو driving range skiing، عندك أكثر من شيء. مهم جدا إن هذه الساعة بتعطيك عن جد يعني تجربة رهيبة جدا جدا، إنك أنت من خلالها تعيش الحياة الرياضية، بتعطيك الحافز، لأنه حتى لو ما عندك الحافز أو الشريك اللي أنت تروح تعمل معاه الرياضة، ممكن هذه الساعة تكون شريكك أو تكون حافزك، لأنه راح يكون في عندك تحدي مع نفسك علشان أنت تحط أهداف، وهذه الأهداف أنت تحققها كل مرة وتكسر الحاجز أو الهدف أو أرقامك القياسية، لأنه بتعطيك هون الأرقام اللي حققتها في كل فترة من الفترات اللي لعبت فيها رياضة. فاليوم إحنا لما نلعب أو نجري نكون عملنا 2 كيلومتر، بتكون أنت المرة الجاية عملت 2.2 كيلو، الساعة بتعطيك يعني تحفيز وترحيب، وبتحتفل فيك إنك أنت حققت هذه النتيجة. تمام، هذه بالنسبة للرياضة. في حاجة كثير كمان مهمة وعجبتني في هذه الساعة، اللي هي عبارة عن يعني انت بتحكي عن دكتورك رفيق دربك، اللي هو الهارت ريت، دقات القلب. انت لما تكون عندك الساعة لابسها على ايدك، خلينا نلبسها هون الساعة ونشتغل هي على ايدنا، مشان احنا نقدر نعطيكم تجربة افضل وشريحة افضل للساعة. تمام، اذا احنا هون بنلبسها لفترة معينة من الدقائق، بعد هيك راح تعطينا اللي هو الهارت ريت، اللي هو نبض القلب. هذا شيء مهم جدا، يعني مش بحاجة تروح تشتري او تروح عند دكتور او انك تعمل فحص القلب. في ناس بهمها نبض القلب تبعها، الناس اللي عندها مشاكل، وحتى الرياضيين بهمهم انه نبض القلب عندهم وين وصل وكيف كان وين كان وشو وضعه حاليا وانت تلعب رياضة. هون بيعطيك اللي هو كمان تحذيرات، لما تروح تلعب رياضة مثلا الورم اب بيعطيك اللي هو الفات بيرن لحرق الدهون، الايروبيك بعدين بيعطيك يعني بوصلك لمرحلة الاكستريم. هنا رحنا خلصنا من الهارت ريت، في عندك اللي هو كمان اللي هو نسبة الاكسجين في الدم. نسبة الاكسجين في الدم مهمة جدا نكون عارفينها، لانه اذا احنا بنتنفس صح بيكون في عنا نسبة اكسجين صح، بيكون الجسم نشيط وبيكون في حيوية، بيكون التفكير فيه صح، بيكون كل وظائف الجسم شغالة صح، لانه مثل ما يعني بالقرآن بقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء هو عبارة عن يعني أكسجين، مكونات الماء هي الأكسجين. فالأكسجين هو بما أنه النبتة بدها مي عشان تعيش والإنسان بده مي عشان يعيش، ولكن الإنسان من غير أكسجين وظائف جسمه كلها بتتعطل. فتخيل أنه الواحد يكون في عنده مراقبة لنسبة الأكسجين الموجودة في دمه عشان يتنفس أكثر، وعشان هو أو إحنا نقدر نتحكم فيها ونوصلها لمراحل أفضل. أنا الآن مثلا خلينا نقول على سبيل المثال هنا عمال بيفحص قديش نسبة الأكسجين عندي بالدم، كيب ستيل يعني بقول لك خليك ثابت، وماجرينج أو اللي هو بيتم الفحص. خلينا نفحص ناخذها على سبيل المثال 96%. أوكي، ساعة ممتازة، وللأمانة عمال بعمل بالريفيو عليها، مش مدفوع لي عليه ولا حاجة ولا دعاية، ولكن خلاص انه الساعة اجتني هدية لعيد ميلادي وحبيت انه انا اعمل عليها ريفيو، ربنا يسلم اللي جابوا لي هدية. تمام، خلينا نروح على مرحلة ثانية هنا ونشوف لكم اللي هو اهم شيء بالموضوع، اللي هو sleeping. يا جماعة الخير، انت بتكون لابسها ونايم، الهدف تبعك او الجول تبعك انه يكون عندك 8 ساعات نوم. الانسان الصحيح اللي عنده يعني العقل السليم في الجسم السليم، اذا جسمك بده يكون سليم بيلزمك تنام 8 ساعات في اليوم. عشان تنام 8 ساعات او بالليل طبعا، هون الساعة بتعمل لك تقرير يا جماعة الخير انه انت بتنام، اذا بتصحى مرة مرتين ثلاث بالنهار بالليل بيعطيك كم مرة صحيت، بيعطيك تقرير النوم العميق عندك كم كان، هل هو جيد ولا مش جيد، وبيعطيك كمان نصائح كيف انت تحسن من مستوى نومك. تمام، هلا احنا هون رحنا في عندك كمان السايكل كاليندر، هون كمان الاسترس، اهم حاجة الاسترس يا جماعة الخير، بتجاوب على شوية اسئلة وبعد هيك بضل يفحص لك الاسترس تبعك. فانت اذا بتشوف انك انت ستريسفول، اذا في عندك ستريس ممكن تقوم تصلي ركعتين والاسترس تبعك ينزل ويتحسن، ممكن تتمشى، ممكن
تسمع حاجة، تسمع قرآن، تسمع أي شيء في حياتك، موسيقى، تلعب رياضة، تخفف من الستريس تبعك، لأنه ستريس أكيد مثل ما حكينا الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم. كمان في عنا شغلات كثيرة في الساعة، الكولوج، الكونتاكت، الميوزك، أهم حاجة النوتيفيكيشن. طبعا هلا أنا وياك هنروح على التليفون، في عندك اللي هو فايند ماي فون هلا بنجربها، والألارم، الفلاش لايت إنه الساعة بتقلب لضوء حتى لو كنت في مكان مظلم، وفي عندك اللي هو فايند ماي فون، شوف هنا إحنا عمال نطلب منه يحدد لنا وين تليفوننا. I'm here. I'm here. تمام، إحنا لقينا التليفون، خلينا نقول خلينا نيجي على تليفوننا ونعمل ندخل على التطبيق. تمام، التليفون طبعا الابليكيشن انا كنت مفعله اليوم عشان اجرب الساعه، لانه صراحه ما حبيت اعمل ريفيو لإشي انا مش مجربه، لانه الواحد مسؤول عن الكلمه اللي بيقولها. فشوفوا عندنا هون الاكسرسايز اللي هو اشياء بتعبيها بالنسبه للمشي، بالنسبه للرياضه، وبالنسبه للكالوريز اللي انت بتحرقها او اللي هو السعرات الحراريه اللي انت بتحرقها. تمام، سليب انا الساعه الليله اللي فاتت انا جربته، مثل ما النوم العميق كان عندي 74 نقطة، بحدد لك انه 4 نجوم، 4 من 5، فالوضع تمام. كان عندي في عندي كان ساعتين نوم عميق، عندي ساعتين كان النوم خفيف، وفي عندي اللي هو كان بغفي او يعني شبه نايم ساعة و28 دقيقة. كل هذه الاشياء طبعا ممكن تحولها للغة العربية وتعطيك اللي هو طرق انك انت تحسن نومك، لانه النوم مثل ما حكينا حاجة مهمة جدا جدا جدا. هون بتحدد وزنك، بتحدد طولك طبعا، وعلى هذا الاساس بيعطيك الملاحظات، القلب كيف عندي كان يطلع لانه كنت في تدريب رياضة مثلا كان مرتفع، وكمان كيف نزل، فهي تقارير القلب هون، الضغط، نبضات القلب هون اللي هو حكينا عنه، نسبة الأكسجين بالدم كيف كان يطلع وينزل في أماكن كان عندي منخفض، ضغط الدم كمان إنه أنت مش بحاجة تروح على دكتور، 128/88 كان عندي ضغط الضغط. طبعا بالنسبة للأبليكيشن في عندك اللي هو أنت ممكن تحدد إيش الإشعارات اللي بدك إياها تيجي على الشاشة عندك على الساعة وأنت تستعملها. نروح على ديفايسز أو الأجهزة، نختار اللي هو الديفايس اللي احنا عاملين له اد اللي هو الجي تي 2 برو هواوي ووتش. في عندك اللي هو النوتيفيكيشنز الاشعارات، طبعا عشان تفعل الاشعارات على جهاز ثاني مش هواوي، مثلا على جهاز ريدمي نوت 13 او غيره، ريدمي اللي بيمنع فيه طبعا النوتيفيكيشن لأجهزة غير الماركة تبعتها مختلفة عنه، في لها طريقة مختلفة. أي حد عنده هواوي وساعة وعنده ريدمي نوت وحابب كيف يشبكهم، علقولنا على هالفيديو بعد ما تعملوا اشتراك على القناة، وأكيد إن شاء الله راح نعملكم فيديو ثاني نشرح لكم كيف بيتم تفعيله. الآن بنروح على الابليكيشن، هنا عنا الأشياء اللي إحنا حابين توصلنا إشعارات منها. طبعا من نفس الابليكيشن الرسائل، عندك الفيسبوك، الماسنجر، الانستغرام، الواتساب، انا حاط كمان التيك توك، وحاط كمان منصة هلا فيك، منصة التواصل الاجتماعي العربية، انها توصلني اشعاراتها. اللي هو هون في عنا منصة هلا فيك كمان موجودة انها توصل اشعاراتها. فكل هاي الابليكيشنز اللي انا مختارها ممكن توصلني الاشعارات على الشاشة وأكون متابعها أول بأول. هذا تقريبا كل شيء عن هالساعة. إذا في عندكم أي سؤال ممكن تكتبوا لنا في التعليق، نعملكم فيديو إضافي لنشرح لكم عن هالساعة الرائعة. الجميل في الساعة هذه إنه للرياضة بتمشي، وكمان إذا أنت بدك تلبسها في مناسبة معينة مع أي لبس بدك تلبسها برضو بتمشي. درايف سيف، فلاي سيف، وستي سيف، كونوا بأمان في بيوتكم. كل التحية لكم، والحكي مش زي الشوف.